طيب هنروح لكره اليد سيدات. امبارح كان عندنا مباراه مع نادي الشمس، كانت مباراه مهمه جدا ولعبناها بره، لعبنا في صاله نادي الشمس، قدرنا نفوز الحمد لله بنتيجه 30-26. وبمناسبه نادي الشمس هو اقوى منافس لنا في المجموعه، وبكده احنا ان شاء الله رايحين على صداره المجموعه. دي طبعا لقطات ارشيفيه من مباراه كانت على صاله الامير عبد الله الفيصل بمقر النادي الاهلي بالجزيره. طيب مين الماتشات اللي كسبناها؟ كسبنا مركز شباب شيشه الانعام وترسانه واتحاد الشرطه ومنوف الرياضي وهوليد و6 اكتوبر وسموحه والطيران. البطوله زي ما بقولنا لكم بتتلعب ببطولتين زي الرجال، بتتلعب ببطولتين زي الرجال او مجموعتين انا اسف زي الرجال. هياخدوا طبعا اول وثاني وثالث برضو وهيتاهلوا للدور اللي بعد كده. طيب هنروح